شفتم أرقامها حلوين قد إيه. مش هيحصل حاجة يعني. لا أنا طارق الوكيل يا سارة، مانيش عمر أبو الوفا. أنا طارق الوكيل مانيش عمر أبو الوفا. أنا طارق الوكيل مانيش بتهيألي نأجل القرار ده شوية. يا وزة يا ابني، هو ده القرار اللي أنا مستنيه. ملاكي جيزة، يا حلاوة جيزتك. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. تأمرين بأي خدمات تاني؟ لا خالص، اسبق أنت يا عم إبراهيم، أنا هحصرك. من عينيا. صباح الخير عمر. ده انت دوختيني عليكي. وانا دوختك عليا ليه؟ مش دي نمرتك؟ اه ايه ده؟ ما هي اصلا امبارح وقعت منك واحنا في الجولف، وقعدت اطلبك عليها طول الليل، كانت مشغوله. انت كنت واقفه في اشاره طويله ولا ايه؟ ميرسي. هي معرفه مصلحه ولا ايه؟ انت عرفت عنواني منين؟ من المرور. رحت المرور وكشفت عن النمره ودفعت المخالفات وجبت العنوان وزماني جاي. مش عارف انا اتاخرت ليه لغايه دلوقتي. ايه ده؟ ده في كاوتش نايم. بالراحة بقى لحسن يصحى. معقولة؟ عموما مش مشكلة، أنا معايا ستيب. إيه؟ ستيب؟ ستيبني وأنا موجود؟ إزاي وده يصحى؟ إيه ده؟ إيه؟ ده الكاوتش التاني نايم، نايم أهو والله، يا لا. بتشوف الكاوتشين نايمين في نفس اليوم. ده مش بعيد تلاقي ستيب راح مشوار، يا لا الكاوتش نايم مش مهم. أنت فرحان فيا ولا إيه؟ أنا كده هتأخر. طب ما أنا عربيتي تحت أمرك. ايوه انت بصي فوق، انا حاركن على الشجره، عربيتي اهي اهي الحسنه اللي طالعه هناك دي. اتفضلي اتفضلي هوصلك. اتفضلي. معلش هي هتلاقيها مجرحه شويه، بس انا جايب لها جراب هركبه لها. اتفضلي اتفضلي. تعال خش خش. يلا سدي بقى. ايه سدي مناخيرك قبل ما ندور. نقلع الجزمه، نقص الجزمه. تستغربيش اصل انا لما بقلع الجزمه واسوق حافي بوصل اسرع. سدي مناخيرك بقى عشان هدور. بس رخص. ايوه اتفضل. كمان رخصك منتهيه من كتر اللف في الشوارع بقى يا فندم. اللف؟ اه معلش. معاك طفاية؟ اه طبعا طبعا. انا همشي وخد قرآن. اتفضل حضرتك. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ بقول لك طفاية. عايز طفاية حريق؟ اه طفاية حريق. حاضر انا ما فهمت غلط. اهي اهي عايش، بس مش هقدر اوقفها عشان السقف لما بتخبط في السقف. هو في ايه حضرتك بالظبط يا فندم؟ كل ده وفي ايه؟ امن ونتانه. امن ونتانه؟ يعني انت بتسحب الرخص على النتانه دلوقتي؟ طب هنضفها. نضفها؟ لما عربيتك بقى تتحرق يبقى تطفيها بطفايه السجاير. حاضر. اطلع خفيف. حاضر حاضر. كلمها منك وقال لهم الكلام ده كله ماشي. الله، لو سمحتوا يا جماعه محدش يشرب سجاير في المسرح. ليه؟ هو المسرح صدره تعبان ولا ايه؟ تاخرت كده ليه؟ بعدين هقول لك. بس ليه ده بتعمل ايه هنا؟ ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي اتفضلي ثانيه. ايه الهيبه دي؟ خلي اللوحه يمين يا جمال كمان شويه. ساره الصوت لو سمحتي. الفرقه عايز تعمل بروف. ايوه بس كده. ممكن اقولك حاجه؟ ثانيه واحده. انا حلمت بيكي. وانا كمان حلمت بيكي قبل ما اشوفك، او جايز علشان كان نفسي اشوفك، مش عارف. حلمت بيه؟ حلمت ان انت كنت نايمة وكان شعرك مفروض جنبك كده على المخدة وبس. غمضي عينيكي كده. كان شكلك كده، كنت شبه الملايكة.
في رقم ناقص. ايه؟ مفيش ناس كده ابدا. انا ثبتها لك كروكي كده وان شاء الله هتبقى تمام. اصل المسامير ضاعت مني المره اللي فاتت وانا بفكها. ايه؟ ايوه كل حاجه. ايه انت هتفتحي تحقيق؟ خلاص بقى. طب ما تتفضل عندي في الاتيليه تغسل ايديك. يا ريت. انا بقول كده برضه. اتفضلي اتفضلي. اوعي تبصي وراكي، احنا دايما بنبص قدامنا. على فكره عربيتك شيك قوي، بس لو كانت سودا كانت هتبقى تحفه. سودا؟ لا الا الاسود ده انا بكرهه خالص. ولا انا بطيئه، مع ان انا اعرف ان اللون الاسود ده لون فخم كده، يعني ممكن يحدد اللوحه ويخليها اجمل وكده. النور جه مين قال لك انه كان مقطوع؟ بهزر عادي يعني. اغسل ايدك عشان سودا. ها؟ طب فين الحوض؟ على شمالك. بقول لك ايه، تشرب نسكافيه معايا؟ بس مش بلاك بقى. انا حاولت كتير اغير ضحكتي ما عرفتش. تغيريها؟ هي تعمليها فايبريشن مثلا؟ تخيلي واحد ضحكته فايبريشن. خليكي بطبيعتك. انا كمان حلمت بيك عمر. يا عمر. مين برا على الفوطه؟ انا. انتي قلتي ايه وانا جوه الفوطه؟ انا كمان حلمت بيك. لبسيني النضاره بعد اذنك بسرعه، بس عشان عايز اسمعك كويس. مش معنى ان انا قلت لك ان انا حلمت بيكي تقومي تردها لي يعني وتقولي لي ان انا كمان حلمت بيك. مش هزعل على فكره ولا حاجه، يعني كفايه النسكافيه. انت حلمتي بيا بجد؟ حلمتي بايه؟ ساره، واضح ان بابا جه. ايه؟ مالك؟ طب اجري اجري اجري. اجري من ايه؟ مش بتقولي بابا جه؟ طب اهرب منين؟ اهرب منين؟ تهرب ايه؟ اهرب هنا. هثبت ايه؟ مش بتقولي بابا جه؟ عادي. طب هتقولي له ايه؟ اخوك انا يعني ولا ايه؟ ايه هنا يا ساره؟ اثبت يا ابني. اثبت ايه مالك؟ هاي ساره. هاي بابا. اقدم لك المهندس عمر ابو الوفا، بابا محمد المهدي دكتور. مش بتاعتي دي. دكتور بيطري اجدع ناس. قول لي يا عمر، انت مهندس في ايه بالظبط؟ بيطري. في المعماري. معماري. معماري؟ والله الله، ده انا احتاجك قوي لما نيجي نروح المزرعه. اتفقنا؟ عيني. حاضر. اكسلنت. يلا سي ليتر اليجيتر. يلا باي. باي بابا. ده مشي؟ عادي كده؟ عادي يا شيخة. قلت له ان الفوطة مش بتاعتي. يا ابني ما قلت لك ما تقلقش. بابا لارج. ده انا حبات هنا. يا مان، ما العربية قدامي ايه؟ والله 160,000 170,000. انا اجرب واقول. ماشي يا مان، سلام. طروق، كنت بتقول ايه؟ كنت اقول لك بس ان انا احتمال اسافر اسبوع كده تبع الشغل، رايح تونس وراجع يعني. تونس؟ تونس. تحبهاش ولا ايه؟ تونس دي جميلة. لا بس قبل كده يعني قلت لي قدامك يومين ثلاثة، ودلوقتي بتقول لي تونس أسبوع. أنا رايح وجاي على طول إن شاء الله. إيه ده؟ إيه؟ فين شنبك يا مان؟ ما رضيش يجي معايا. طب تعالى أنت معايا. هنروح فين؟ هنجرب العربية ونكمل كلامنا. انزل على الشمال، انزل على الشمال. وصاحبها طالب فيها كام العربية دي؟ 160,000. تالي بعد اللي حصل فيها ده ممكن تخلص بعشرين جنيه، يبقى حلو قوي عليها. اوكي يا مان، تروح وتيجي بالسلامة من تونس. والمزرعة دي فين؟ هنا قريبة في الفيوم. سارة لو سمحت، يعني ممكن تقول المعتز يجي معانا المزرعة؟ ده هو هيموت ويجي على فكرة، بس ما اعتقدش انه هيوافق. لا لا لا، هو موافق. انا عارفة انا عارفة. انت استاذ فادي، انت جيت تونس امتى؟ هكلمك هكلمك. الحمد لله على السلامة. يعيشك يعيشك برقة. الواحد نفسه يعيش في العزبة هنا على طول. ايوه. على فكرة طنط، انا لقيت شقة جنبكم هنا، وان شاء الله سارة تبقى تضبها براحتها. هو عمر تأخر ليا معتز. زحمة بقى وكده. يا باشمهندس مش
ايه يا جماعه؟ يا جماعه انا كنت بلعب معاها على فكره. لا لا واضح ان انت بتخاف من الكلاب. ليه ده لذيذ يا مين اللي عامل زعلان في الاستفهام ده؟ الدكتور ادهم. المهندس عمر. اهلا وسهلا. وحضرتك دكتور في ايه بالظبط؟ نساء وتوليد. اه الاثنين مع بعض يعني ولا نساء وتوليد ولا نساء ولا توليد؟ الاثنين قسم واحد. ما تيجي يا حبيبتي تفرجيني الورد اللي انت زرعتيه. يلا حبيبي. يلا ستي. تيجي نجرب الطياره انت لابسها دي في الشمس. نعم. مع بعضينا يعني نحكي مع بعضينا. طيب يا طب ما تيجي انت كمان بقى تفرجيني على المزرعه بتاعتكم دي. طيب يا رب. عالم. لذيذ قوي. واللذيذ بقى يبقى قاعد مع اللذيذ. ارغي معاها. ها ارغي معاها. حلوه الرنه دي. هاتي ابعتها لك. شايف دي؟ دي البيضة في الصدر. اسمها على اسمي. لا يا شيخ. اسمها سارة محمد المهدي. طب استنى اطلع اجيبها لك. هتوصل الرنه دلوقتي بعد اذنك لو سمحتي. لا 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 خد بالك. خفيش. اهي وصلت اهي. ايه مالك؟ لا مفيش حاجه. لا مالك في ايه؟ مفيش حاجه. خد بالك. مالك عمر؟ عمر مالك في ايه؟ في ضغط. ضغط شويه. معلش ما تقلقيش. اصل انا عندي عندي مشكله في الاماكن العاليه دي. عندي فوبيا. فوبيا؟ تخافيش دي مش معاديه. عمر ساره ما تيجوا بقى. ايه ده؟ بابا بينادي. تعالى ننزل. سيبك منه دلوقتي. تعالى بقى يا عمر افرجك على حته الارض الفاضيه الحلوه دي اللي ممكن يتعمل فيها حاجات كتيره قوي. لكن انا في مخي عايز ابني طاحونه هواء تولد كهرباء للمزرعه. دي فكره حلوه جدا. ترسمها لي يا باشمهندس. دي فكره وحشه جدا. فكره وحشه ان انا ارسمها يعني. ده دي طاحونه يا عم. يعني اي طحان ممكن يعملها زي العماره كده. اي عمار يعملها يعني. مش لازم مهندس. ازاي بقى؟ امال ايه؟ انا بحب التخصص. لما اقول هبني يعني لازم يكون في تصميم. طبعا. ولما يبقى في تصميم يبقى لازم يكون في مهندس. اكيد. ولما يبقى في مهندس يبقى لازم يكون في مين؟ مين؟ عمر. حمرة. ايه اللي حمرة بالظبط؟ طحونة. طحونة. نعمل طحونة مطولة كده حمرة زي اللي في جامعة الدول دي اللي بقى. عمر. نعم. تعالى نلحق نروح الزريبة. يا ولاد الحقوا الزريبة. الزريبة بتتحرك ولا ايه؟ هو مش هيجي معايا الزريبة ولا هنروح نلاقيه هناك؟ يلا. انا بقى يا سيدي مشكلتي اني ما عنديش مشكله اصلا ولا حتى صغيره. يعني بحس ان الواحد لازم يبقى عنده حاجه كده قلقاه وما تخليهوش يعرف ينام. وانا بقى شكلي داخله على مشكله قريب. دي مشكله قويه. يا سلام عليك. ده انت كان لازم فعلا تدخل كليه هندسه. ده انا حتى لو خريج طب بيطري هاجي بتقول ان انت مش عايزه تقولي. طب كلمهم شوفهم هما فين. مين؟ عينيكي. وزه احنا في الزريبه. في الزريبه. لا لا ما تفهمش غلط. هي واضح انها بتحب الزرايب على فكره. يلا علي صوتك انا مش سامعك. معلش اصل انا مش ماسك الموبايل في ايدي. امال ماسك ايه؟ مش لازم تعرف على فكره. لا لا اتلحلح قولها بحبك. افتح معايا حوارات. لغيها. امال قاعد ده كله بتعمل ايه؟ بعمل شاي بلبن. قول لها ان انت بتحبها. بتقول ايه؟ اقول لها دلوقتي ان انا بحبها؟ مش سامعك. بقولك اقول لها دلوقتي ان انا بحبها؟ اكتر جاموسه بحبها هنا من ساعه ما جيت وانا حاسس اني احبها. ايه ده؟ ده في جاموسه على بقك. في اسمه ايه ده؟ في مسحي بقك. مسحي بقك. انا تحت. ها بقى قوي. انا بعشق المكان ده. بص بص حلو ازاي. انت عارف لما ابقى متضايقه باجي اقعد هنا. مين ادهم ده؟ ابن خالتي. طب يعني هو ادهم ده متعود انه يعني يبقى. انت مركز معاه كده ليه؟ ما تنساه بقى. يلا يا ساره انزلي عشان تركبي مع بابا عشان ما يسوقش لوحده. وانا هركب مع ادهم عشان راح ازور خالتك. طيب اوكي. هي ماما لازم تروح تزور خالتك النهارده؟ لازم. خلاص اوكي ان شاء الله بات عندها. ايه الغلاسه دي؟ ايه ده؟ يا ساره يا ساره. طب والكلب ده مش هيروح يزور خالته هو كمان ولا ايه؟ ما تجيبها البيت معاك. ها؟ بس يا ساره يا ساره استني بس. رجب من فضلك طلع الحاجات دي فوق. ها؟ هتطلعي معايا ولا هتخشي الاتيليه؟ لا انا هستنى عمر. انا مش عارفه هو ليه اتاخر لغايه دلوقتي. اوكي هطلع انا بقى. كلب لطيف.
ايه ده؟ انت ايه اللي بهدلك كده؟ اصل انا كنت معلي الكاسيت شويه. يلا على جوه. خليه انا ممكن اروح بتاكس يعني مش مشكله. انزلي انزلي انزلي. ما شاء الله هي كمان نتايه. اصل صحتها تحس انها مديه على ذكر جامد قوي، ذكر جامد يعني، وبعدين بص بتكره الفانيلات موت. طب باي. ساره ممكن اقول لك حاجه؟ قول. مين ادهم ده؟ اولا السؤال ده كتر، وادهم ابن خالتي وماما عايزه تجوزهولي، وانا استحاله اتجوز واحد ما بحبوش. ومفيش امل تحبيه خالص؟ اصل انا شايف انه شاب لطيف وظريف ورخم يعني. تصبح على خير يا عمر. لا تصبح على خير ايه، ده انا هستناكي هنا لغايه ما تطلعي فوق وتشاوري لي من فوق. طيب اوكي يلا باي باي باي. ياه نسيت اسالها مين ادهم ده.